التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء عشاق الاصاله. هكذا يسير شوطنا الخامس عشر في تعداد اشواط صباحي هذا اليوم. يسير شوطنا الخامس عشر الخاص بالاذكار والى المقدمه مباشره الى الصداره الى المركز الاول، وهنا مشغله خميس بن سعيد بن حمدان المنصوري يتقدم على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما النقلة إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني هنا صبا لمحمد بن راشد بن قحيد المهيري، بينما في المركز الثالث إزعاج خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية يتقدم هذا الشعار من الدوحة يأتينا هذا الاسم، بينما في المركز الرابع متعب عتيج بن سيب الحاضر العميمي بو محمد متواجدا في المركز الرابع، بينما في المركز الخامس وتابع الوصول من مياسة غاصب بن محمد الخيل العفاري يقدم لنا اللي هي مياسة، بينما نتابع الوصول من شعار بن مصلح هذا نعم يتقدم، ولكن نتابع هنا اللي تدخلت في هذه اللحظات غازية لعامر بن حمد بن حميد العويسي، يصل الآن في هذه اللحظات شعار أبو سعيد، بينما نتابع اللي غادمه وواصله هذه مناوره حمد بن خويته بن بخيت العامري، واللي تدخلت هذه الفاتره عبيد بن السعودي الزرعي مع المركز التاسع. المركز العاشر تابع نجله محمد بن عبيد بن يبيع السبوسي يقدم لنا نجله على مستوى المركز العاشر. هذه نتيجتنا هكذا ندائنا يا مشاهدين الاعزاء، ولكن نعود لمقدمه الشوط، اعود الى البدايه الى التحدي والصراع والمنافسه ما شاء الله وتبارك الله، ولكن هذه مسيطره غازيه غازيه من تغزو على المركز الاول عامر بن حمد بن حميد العويسي في صداره هذا الشوط، وبالمقدمه بينما الغادمه في المركز الثاني هذه نجله محمد بن عبيد بن يميع السبوسي يتقدم هنا الان مع المركز الثاني. المركز الثالث الفاتنه عبيد بن سعودي زرعي، وهنا الغادمه في هذه اللحظات في المركز الرابع اللي هي شرود احمد بن مطر بن مايد الخيالي، فالى زوف الامتار الاخيره يتقدم بمبارك، بينما نتابع اللي غادمه هذه الدماني عبيد بن برمان بن محمد الشامسي. هذه مراكزنا الأولى المتقدمة، ولكن هنا الغلاف الجوي الأخير جولة الأوامر النهائية، روح يلي تبغي الفوز والانتصار ما شاء الله وتبارك الله على هذا التجمع، ولكن غازية لا زالت مسيطرة نحو المقدمة والبداية. عامر بن حمد بن حميد العويسي ورجل الأمتار يصل أحمد بن مطر بن مايد الخيالي مقدم مشاهدين الأعزاء الشرود مع المركز الثاني. المركز الثالث محمد بن عبيد بن يميع يقدم لنا نجله ثلاثيه رايعه، السلام وين يغادر الحدود الى اهل السلطنه ام هناك الى اهل الرماح، قادمين باقوى السلاح مع رجل الامتار الاخير احمد بن مطر بن مايد الخيالي الله يا سلام ولكن غازيه بدون اوامر بدون تعليمات، هذه مسيطره في مقدمه الشوط. سلام تحيه واحترام الى اهل السلطنه الى اهل جعلان بن ابو حسن، يستاهلون هذا الفوز وهذا الانتصار. مشكور يا ابو حمد على الاداء اللي تقدمه لنا غازيه عامر بن حمد بن حميد العويسي، تهانينا لحميد بن حمد العويسي، يستاهلون هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني شرود احمد بن مطر بن مايد الخيالي، اميال وصلت في الامتار الاخيره، مطر بن سلطان بن مطر بن مرخان احتل المركز الثالث. هذه نتيجتنا للثلاث المراكز الاولى، التوقيت الزمني 4:43. تهانينا والناموس لمالك مشاهدين الاعزاء اللي غازي عامر بن حمد بن حميد العويسي، تهانينا للجميع.